الآن تشاهدون فريق الجدعان في مزرعة ملكة هانم التي تبلغ من العمر 69 عاما وتزرع وتنتج المانجو والعنب التصديري من مساحة 200 فدان ورثتها عن زوجها بمشروع 16,000 فدان الخاصة بالدبلوماسيين في وادي النطرون بعد رحلة طويلة من الدراسة والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. اللي قدام حضراتكم دي مزرعة ملكة هانم، سيدة مصرية عظيمة مقيمة في مزارع الدبلوماسيين إقامة كاملة عشان ترعى حوالي 200 فدان ورثتهم عن زوجها الخبير الاقتصاد الراحل الدكتور عبد الله أبو النور الله يرحمه. المهندسة ملكة جمال الدين حسن 69 سنة هانم بجد، وسيدة من أفضل سيدات مصر ومصرة على تنمية أرضها وتحويل كل إراض فيها لجنة خضراء. أصل دي وصية الدكتور عبد الله أبو النور رفيق العمر. المهندسة ملكة حكايتها حكاية، لأنها فوجئت بشركة مزارع الدبلوماسيين رهن أرضها للبنك الزراعي المصري للحصول على قرض، وبعد وفاة الدكتور طارق قاسم مؤسس مشروع مزارع الدبلوماسيين فوجئت بأن عليها سداد القروض عن أرضها المزروعة بالعنب والمانجا وخلال 3 سنين وإلا هتتباع في المزاد العلني، وطبعا اختارت تدفع. تعالوا نسمعها. عايز اسمع الحكايه. حضرتك هنا موجوده من سنوات طويله بتزرع 200 فدان مانجا وعنب في مزارع الدبلوماسيين. قصتنا طويله قوي، بدات من امريكا للكويت للقاهره، بدات ازاي والنهارده موقفنا ايه؟ انا الحقيقه جيت هنا سنه 2012، بس من قبل كده حياتي ابتدت من ساعه ما اتخرجت من الجامعه سنه 1972. انا مهندس مدني، مهندس انشاءات، ورحت امريكا، اتجوزت ورحت امريكا، عشت فيها فتره طويله جدا. لما قررنا ان احنا نرجع لمصر كان الهدف الاساسي فيها ان احنا يعني نستثمر حاجه في مصر، وكان احسن استثمار فكرنا فيه في الزراعه فعلا. يعني طبعا في الاول ما كنتش، كان هو الجوزي اللي بيهتم بيها يعني، فبس هو الحقيقه مر بمرحله صعبه وجاله مرض وتوفى الله سنه 2014. انا قبل كده لما عرفت ان احنا هنستلم الارض وهضطر اشتغل فيها، فروحت سنه 2012 درست في كليه الزراعه جامعه القاهره وابتديت اقرا بقى في المجال ده. ما انا يعني عشان اتفوق لازم اقرا في حاجه، ما لازم ادرس يعني. وبعدين بعد وفاته بقى كان عندي حل من اثنين، يعني انا ورثت الارض دي كلها ومش عارف اعمل فيها ايه، يا اما ابيعها وكان عليها مديونيه عاليه جدا. غير كتير كان ممكن يفكر في البيع ويستسهل. لا كتير فعلا عملوا كده فعلا. يعني انا وانا بتصالح مع بنك تسليف زراعي مديونيه انا ما خدتهاش اصلا، خدها الشركه الثانيه، فانا لازم اسددها. اللي هي رهنوا اراضيكم، رهنوا اراضينا من غير معرفتنا. تمام. وبقى عندنا فلوس مجنونه للمدينه، وبقيت مضطره تدفع للبنك. هم كان القانون بيقول احنا العقد اللي بيننا وبينه كان عرفي لا يسجل الا بعد 7 سنين. لما رحنا نسجل اكتشفنا الارض مرهونه، رهنا من غير علمنا يعني. فطبعا الحل الوحيد يا اما الارض هتتباع في مزاد علني عشان تسدد ديون الشركه، يا اما هقبل ان انا اعمل حوالي الدين. اخترت اقبل حوالي الدين. تمام. وكنا مجموعه كبيره جدا، كل الدبلوماسيين اجتمعوا مع بعض ورحنا قابلنا وزير، قابلنا كل الناس. اوكي. فروحنا قلنا قبلنا حواله الدين، وطبعا بمناقشات مع بنك التنميه الزراعيه وافقوا ان احنا نعمل حواله الدين زي ما قلت لحضرتك، ومضينا عقود معهم على 3 سنين زي ما حضرتك قلت. على 3 سنين بنظام معين، برضو كانوا شويه رحيمين رافين معانا يعني. بس بنسدد فيها دلوقتي. انا بقى اكتر واحده كنت مضروره في هذا الكلام. انا عليا 4.9 مليون. ننسى امريكا بقى، نتكلم عربي هنا. انا 4.9 مليون عشان اسددهم بفوائد على 3 سنين. يعني في النهايه هسدد 6 مليون. انا لغايه النهارده يعني بالفضل الله سبحانه وتعالى قدرت اسدد تقريبا نصهم. المهندسه ملكه جمال الدين حسن اتخرجت في كليه الهندسه مدني قسم انشاءات بجامعه القاهره سنه 1972، وحصلت على الماجستير في الهندسه الخرسانيه من جامعه رادجرز بولايه نيوجيرسي بالولايات المتحده الامريكيه، ونفذت هناك مشروعات طرق كبرى في ولايه نيوجيرسي. وفي عام 2002 انتقلت من الولايات المتحده الامريكيه للكويت، وهناك نفذت مشروعات ضخمه زي مبنى الخدمة المدنية وجامعة الكويت وكلية العلوم التكنولوجية في الكويت. الدبلوماسيين حضرتك عندك مساحات لم تقنن حتى اليوم. أيوة. عندي مساحة وعايز أتكلم في الموضوع ده.
قولي اللي عندك، انا اسمعك. انا عندي مشكلتين في الدبلوماسيين هنا. اولا القرض اللي انا بدفعه وانا ما خدتوش، تمام، انا مستمره في الدفع عشان احافظ على ارضي ليا ولولادي يعني. وقلت لو عملت ديفلوبمنت في الارض واسوري، لو حسنت مستوى الارض وجيت ابيعها كده، انا بقى انا استرديت الارض. الحاجه الثانيه بقى، هو لما كان حصل مشاكل بيني وبين الشركه ان هم ده رهنوا الارض من غير ما يقولوا لنا، وجا علينا على الارض دي جا عليها حجز من البنك عشان تتباع، وكان هو عليه شيكات لنا قبل كده، فعمل تصالح ما بينه وما بينه، فاداني ارض تانية بديله لفلوس يعني. كان في فلوس لازم يدفعها لي ما دفعهاش، واداني ارض بديله، اداني 122 فدان في حته، واداني فدان في حته كذا، فدان في حته تانية في نفس المنطقه في نفس الدبلوماسيين. بس جزء منهم 122 كان فيهم جزء تمليك مسجل ومرهون برضو، ودفعت الرهن بتاعه قدرك، معلش بس قدري كده. بس في جزء بقى تقنين، وداني توكيلات منه ان انا احقنن الارض بالاتفاق مع الهيئه العامه للتنميه الزراعيه. فانا النهارده لما يجي يقول لي قنيني بقى ده بالمبلغ المبالغ الكبيره اللي راح في الجرايد دي، فانا انا مش هقدر. 62000 جنيه، 62000 جنيه مش هقدر فعلا يعني. فكانت النتيجه ان في ناس بقى لما عرفوا كده، في ناس بقى من تجار الاراضي ولا بيعملوا واتيفر بيعملوا في اموالهم، بيجوا يشتروا من الارض دي بثمن بخس جدا، لانه عارف ان انت مش انت عارف كل شيء يقول لك الدوله هتاخدها منك ب 62000 جنيه، او هتاخدها منك لو ما قدرتش تدفع. بيحاول يكسر اعصابك، يكسر اعصابك عشان يشيل الارض. انا قلت لهم انا افضل ان انا اتفاهم مع الدوله ويمكن تنزل لي في القيمه ديت واقدر اسددها وتديني تقسيط على فترات طويله، وانا هزرعها لان انا بحب الارض وعايز ازرعها. المهندسه ملكه جمال الدين حسن شخصيتها قويه جدا، وقاعده في ارضها ويوميا بتراجع الحسابات والمخازن وحال الزرع والمعاملات الزراعية وكمان التسويق. أصلها بقت خبيرة زراعية كبرى، وفعلا الأرض خدت اللي وراها واللي قدامها، لكنها شطرة فعلا وهتعوض بإذن الله. وكفاية إن محاصيلها بتتصدر حاليا لأكبر أسواق العالم. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن هناك دروس مستفادة من زيارة مشروع مزارع الدبلوماسيين، دروس هامة جدا يجب أن ننتبه لها. أولا، طالبنا مرارا وتكرارا في برنامج الجدعان بلجان مركزية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على أراضي الدولة الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعي، وقلنا يجب أن يتم تشكيل لجان عاجلة ليس بهدف إلغاء التسعير المحدد من المحافظات الذي أوكل لها القانون 144 لسنة 2017 تقنين وضع اليد على أراضي الدولة الصحراوية أو أراضي أملاك الدولة، ولكن فقط المراجعة. يجب أن نعلم لماذا تم تحديد سعر الفدان مثلا في وادي النطرون ب 62000 جنيه في 12000 جنيه تميز. ما هو التميز في هذه القطعة وفي هذه القطعة وفي هذه القطعة؟ كل قطعة بتفرق عن التانية. ما ينفعش أوحد 12000 جنيه وأقول هو ده اللي هيدفع أو سيب الأرض وامشي. ده مجهود وشقة سنين من العمر. الدرس الثاني، قرارات تصرف صدرت للعديد من المستثمرين والمزارعين في منطقة وادي النطرون ولم تفعل حتى اليوم. ولكم في حالة رحاب أنور الوحش معاها قرار تصرف بالأرض، قرار تصرف يمنحها تملك الأرض لغاية النهاردة ومنذ سنوات طويلة جدا، وهي تحاول تنفيذ قرار التصرف ولا أحد يستجيب لها. ثالث حاجة لازم نتكلم عنها، الأحكام القضائية الصادرة للمستثمرين في قلب المناطق الزراعية في مصر، وادي النطرون وغيرها، يجب أن تنفذ فورا. أخيرا، أنا أهيب بمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المجلس الموقر الذي يضم العديد من الوزراء ويرأسه السيد القصير وزير الزراعة. العبرة ليست بتحصيل قيمة هذه الأراضي الصحراوية، ولكن بمدى معدلات التنمية التي تتحقق في هذه الأراضي، التنمية المستدامة. احنا عندنا فيروس كورونا التهم من موازنة الدولة في غمضة عين 100 مليار جنيه. إذن الأموال ليس لها قيمة، المهم ما تحقق من تنمية مستدامة، ما تحقق من توفير فرص عمل، ما تحقق من أمن غذائي لهذا الشعب. العالم يمر بظروف شديدة القسوة، وأنا مش من أصحاب نظرية المؤامرة إن ممكن دول
تمنع عننا محاصيل زراعية، ولكن الظروف الحالية قد تجبر العديد من الدول أن تغلق على نفسها. يعني المهم أنها تحقق الأمن الغذائي لشعبها. إذن أصبح حتما علينا أن نفكر في كيفية تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري أولا، ثم الشعب العربي ثانيا. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة الجمعة فريق الجدعان يلتقي بعلماء البحوث الزراعية في محطة بحوث سيتس في بني سويف، أبرز جنود جيش الدفاع عن الأمن الغذائي المصري والعربي. فريق الجدعان يكشف في محطة بحوث سيتس في بني سويف الأصناف الجديدة من الفول البلدي أكثر البقوليات استهلاكاً في السوق المحلي، والذي نستورد نحو 60% منه. فريق الجدعان يكشف في محطة بحوث سيتس في بني سويف الأصناف الجديدة من المحاصيل العلفية، والتي تضاعف الإنتاج في نفس وحدة المساحة، وفي مقدمتها 9 أصناف من البرسيم وبنجر العلف والشوفان والشعير. فريق الجدعان يزور في محطة بحوث سيتس في بني سويف المشروع الرائد لإنتاج ألبان الجاموس، والذي يضم نحو 270 رأسا من الجاموس المصري المقاوم للأمراض،